ده كان بيسعى عليك كل يوم في البطولة الأفريقية؟ كان بيسعى عليا كتير بصراحة يعني، وأنا كلمته برضو قبل البطولة ما تبدأ خالص، عشان أنا زي ما حضرتك قلت أنا ما بلعبش في النادي، ما بلعبش، و يعني يمكن كان كرم كبير من عند ربنا إن أنا البطولة دي أظهر فيها بشكل كويس وأنا أصلا ما بلعبش، دي كرم كبير قوي من عند ربنا. فأنا كلمته قبل البطولة أسأله، يعني أنا ما كنتش لعبت أفريقيا قبل كده، ما كنتش لعبت بطولة، قال لك ايه؟ فكنت بسأله يعني حضرتك يعني كابتشيناوي انت بتتعامل ازاي مع مع ضغط ماتشات افريقيا مثلا، ضغط البطولة المجمعة اللي هو انت محتاج تجمع نقط، ضغط ماتش انت يعني تكسب وتكمل يعني تخسر وتروح. فانا كنت بسأله الحاجات دي، هو بصراحة كان دايما بيقول لي العب مع كل كرة، يعني كل كرة بكرتها، ما تفكرش في اي حاجة تانية، ما تفكرش غير في الكرة اللي جاية لك دلوقتي، وما تفكرش غير في الماتش اللي انت بتلعبه دلوقتي، ما تفكرش في ماتش بقى جاي، ما تفكرش في ماتش فات، ما تفكرش في غلطة مثلا عملتها، ما تفكرش في حاجة، فكر ان انت دلوقتي عندك 90 دقيقة او 120 دقيقة، محتاج ان انت تقلل اخطائك على قد ما تقدر. هو كان كلامه كله معايا ايجابي بصراحة، وانا بشكره يعني.